وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، اجتمع معالي في مقر البنتاغون والسيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي. وقد رحب وزير الدفاع الأمريكي في مستهل اللقاء بزيارة معالي وزير الداخلية، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تقديره لدور مملكة البحرين ونهجها السياسي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما عبر وزير الدفاع الأمريكي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافتها مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس ودعم والتسهيلات التي تقدمها للولايات المتحدة، معربا عن شجبه للتدخلات الإيرانية في مملكة البحرين ومحاولاتها لزعزعة أمنها. كما شاد بجهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، معربا عن خلص تعازي للشهداء من رجال الأمن ومواساته لأسرهم. من جهته شاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، حضر اللقاء الملحق العسكري بسفارة مملكة البحرين بواشنطن.